بسم الله الرحمن الرحيم. Action back 8th grade, الصف الثامن. Students book 10 to page 28. Please my sons and daughters be interested and helpful enough to share me. Read the article. اقرأ المقالة. Before reading the article, هاي المقالة عن رفيدة الإسلامية. ملاحظاتنا عن الدفتر ندرسها. Then coming back to our book. Yes, stay with me. رفيدة الإسلامية. Islam's first female nurse. أول female nurse ممرضة أنثى بالإسلام. Live تعيش. Live during خلال. Stay with me. أول إشي ندرس الملاحظات، نحفظ الكلمات عن غيب، كلها سهلة وفاميليا ومألوفة. The time of prophet، زمن الرسول محمد peace be upon him صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي. البخيل الذي إذا ذكرت أمامه لم يصلي عليه. إذن lived عاشت، بحكيها بالماضي البسيط لأنه بنحكي عن past activities أو past events، أحداث ماضية. The time of prophet، زمن الرسول محمد peace be upon him صلى الله عليه وسلم. Was كانت one of واحدة من the first people، أول ناس in مدينة في المدينة. أسامي الأماكن المدن الدول بالكابيتال. Accepted تتقبل. Accept يقبل أو يوافق. مع كلمة الإسلام يعني أول حدا بيعتنق الإسلام. Okay. She was كانت كل شيء عائد على رفيدة الإسلامية. She وهير وهير وهيرز كلها عائدة على رفيدة. Compassionate woman امرأة رحيمة. هاي من شو؟ من الكواليتيز اللي إلها. شو يعني كواليتيز؟ advantages المزايا اللي إلها. كواليتيز اللي إلها إنها كانت a compassionate woman امرأة رحيمة. woman noun اسم صفة قبله إنه compassionate. a woman امرأة women نساء يعني من الجموع الشاذة. Yes, stay with me. Who التي. Who للperson للعاقل. Relative pronoun للperson بغض النظر إنه male أو female مذكر أو مؤنث. بغض النظر إنه singular أو plural. المهم إنه يكون person أو people. Most famous كانت أكثر شهرة for. Famous what the meaning of famous. Popular or well known. مشهورة بشو؟ بتريتينج سولجرز. تريتينج علاج. السولجرز اللي هم الجنود. أي جنود طبعا أكيد إنه الانجرد أور وونز الجنود الجرحى. إن باتل في المعركة. انفايت يدعو. انفايتد انفيتيشن دعوة. هون أفكار مكسرة. المهم إنه أفعال أو مفردات استعملناها بالأرتيكل بالمقالة. شوي إن شاء الله نقرأها عن الكتاب with details بالتفاصيل. help يساعد. help need يحتاج. needed in times of war في أوقات الحرب. sit up hospital tense خيام. بس إيش مال هالخيام؟ بكون على شكل مستشفيات. next to كانوا ينشئوها next to بجانب or near. في battlefield ساحة المعركة. ليه؟ why؟ so that حتى إنه injured soldiers الجنود الجرحى could be treated يمكن إنه يتم معالجتهم at once يعني soon فورا. train يدرب. trained أو يتدرب. other nurses مثلا or other people to help as many injured
من as possible، كانت تدرب الممرضات حتى إنهم يساعدوا as many injured من as possible، أكبر عدد ممكن من الرجال الجرحى اللي هم soldiers، injured soldiers. okay. wounds injured جرحى. but also كانت كمان تدربهم للممرضات إنهم يكونوا caring مهتمون and kind لطفاء. success نجاح، يعني نجاحها اللي her success was noticed، كان ملحوظ by the prophet محمد صلى الله عليه وسلم. success نجاح، successful ناجح، الأجكتب successfully بنجاح، الأدverb and succeed ينجح، succeeded succeeded. هاي الديريفيشن للسكسس النجاح. stay Her success was noticed، كان ملحوظ، هي صيغة الباسيف سيمبل باست. to encourage to plus infinitive لكي يشجعها، encouragement is a noun from encourage، encourage encouraged encouraged، just we add d for it to be past and past participle because it is regular verb. mosque مسجد could continue حتى تتمكن من الاستمرار. Her voluntary work عملها التطوعي. helping مساعدة. the sick المرضى. he sick صفة. كل الصفات إذا أدخلنا عليها the تدل على مجموعة من الناس تتحول لإسم. sick مريض. the sick مجموعة المرضى. okay. using مستعملة. her own money نقودها الخاصة، لأنه كل عملها كان voluntary work عمل تطوعي. listen to تستمع لي. look at ينظر إلى فعل منتظم، just we add ed for it to be past and past participle. how كيف then ثم. make يجعل. their lives حياتهم healthier صحية أكثر، هي comparative، more comfortable مريحة أكثر. understand يفهم، understood. importance أهمية، the noun from important، people around the world الناس في أنحاء العالم، today اليوم، especially خصوصا doctors الأطباء، nurses الممرضون أو الممرضات، طبعا doctors والnurses للميل والفيميل. should هاي plus infinitive for advice or a tip للنصيحة. continue استمر. view إنهم ينظروا إلها an example of compassion، هي مثال للرحمة. coming back to our book، yes help me read the article، اقرأ المقالة. what qualities did رفيدة الأسلمية، ما هي الميزات، qualities advantages رفيدة الأسلامية have التي كانت تمتلكها. You can use the adjectives on page 23 اللي بصفحة 23 to help describe لوصف her qualities اللي هي الadvantages اللي إلها، هم موجودين بالارتيكل على العموم. yes رفيدة الإسلامية Islam's first female nurse، يعني first female nurse، first أول ممرضة female أنثى بالإسلام. Islam's first female nurse أول ممرضة أنثى بالإسلام. lived simple past الزمن بيحكي عن past events أحداث بالماضي. lived during خلال the time of prophet زمن الرسول محمد peace be upon him صلى الله عليه وسلم. and was كانت one of واحدة من first people أول الناس in مدينة في المدينة
to accept Islam اللي بتعتنق الإسلام. She was a compassionate woman كانت امرأة رحيمة. هاي من الـ qualities اللي إلها. Okay. Who was اللي هو عائد عليها refers to رفيدة most famous أكتر إشي مشهورة for treating soldiers علاج المرضى علاج الجنود sorry the injured soldiers in battle في المعركة. Prophet محمد الرسول محمد peace be upon him صلى الله عليه وسلم invited her دعاها. الهير بعد الفعل ما بتيجي شيء بتيجي بشكل المفعول به الأوبجكت refers to رفيدة to help Muslims لمساعدة المسلمين مساعدة المسلمين by عن طريق giving إعطاء يعني providing or supplying medical help المعونة الطبية أو المساعدة الطبية. help noun هون جاية إلها الأجكتيف إنها medical طبي الميديكال الاسم اللي منها طب أو دواء الميديسين. okay to his soldiers his refers to محمد peace be upon him سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم to his soldiers لجنوده when they متى when they refers to his soldiers عائد على جنوده they needed it عندما يحتاجونها شو هي اللي يحتاجونها الميديكال هيلب معونة طبية the most أكتر إشي بأي وقت in the times of war في أوقات الحروب. رفيدة set up أنشأت hospital tents خيام شكل مستشفيات أو مستشفى بشكل خيام next to قرب near battlefield ساحة المعركة so that حتى why lay next to the battlefield the injured soldiers اللي هم الwounds طبعا الجنود الجرحى I'm sorry could be يمكن انه could be treated يمكن انه يتم علاجهم at once soon يعني فورا. She trained دربت other nurses الممرضات to help لمساعدة للمساعدة as many injured men as possible أكبر عدد ممكن من الرجال الجرحى. They were trained الممرضات يتم تدريبهم passive to treat wounds لعلاج الجرحى اللي هم الانجر but also لكن أيضا to be caring إنهم يكونوا مهتمون and kind لطفاء. رفيدة's success نجاح رفيدة was noticed تمت ملاحظته by prophet عن طريق الرسول محمد peace be upon him صلى الله عليه وسلم to encourage her حتى يشجعها هي refers to رفيدة a tent was set up passive خيمة تم إنشاؤها by prophet's mosque عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم peace be upon him so حتى إنه ليه يعني why she could continue حتى إنها تواصل أو تستمر her voluntary work عملها التطوعي work non voluntary adjective اللي إلها helping the sick مساعدة المرضى المرضى اللي هم the injured soldiers using her own money كانت تستعمل نقودها الخاصة لأنه حكينا عملها كله voluntary. She listened to people كانت كمان تستمع للناس and looked at how they lived كانت تنظر كيف هم بيعيشوا they refers to people then she helped them كانت تساعدهم them refers to people make their lives انهم يجعلوا حياتهم their refers to people هاي possessive adjective تتبع باسم انهم يجعلوا حياتهم make ومفعول به يجعل حياتهم الأجكتيف healthier صحية أكتر and more comfortable ومريحة أكتر just as the prophet peace be upon him understood the importance أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيفهم أهمية importance أهمية of her work عملها her refers to رفيدة people around the world today كمان
الناس في جميع أنحاء العالم today يعني these days بأيامنا هاي especially خصوصا doctors and nurses الأطباء والممرضون should continue يجب أنهم يستمروا to view رفايدة أنهم ينظروا إلى رفايدة as an example إنها مثال أو رمز of compassion للرحمة. I want to read it without translation. Do your best to read with me. Yes. Read the article. What qualities did Rufaida al-Islami have? Yes. You can use the adjectives. طبعا adjectives الموجودين هنا. We have Rufaida al-Islami. Islam's first female nurse lived during the time of Prophet Muhammad peace be upon him and was one of the first people in Medina to accept Islam. She was a compassionate woman who was most famous for treating soldiers in battle. Prophet Muhammad peace be upon him invited her to help Muslims by giving medical help to his soldiers when they needed it the most. In times of war, Rufaida set up hospital tents next to the battlefield, اللي ساحة المعركة, so that injured soldiers could be treated at once. She trained other nurses to help as many injured men as possible. They were trained to treat wounds, but also to be caring and kind. Rufaida's success was noticed by Prophet Muhammad, peace be upon him, to encourage her. A tent was set up by Prophet's mosque, اللي هو مسجد الرسول, peace be upon him, so she could continue her voluntary work helping the sick. Using her own money, she listened to people and looked at how they lived. Then she helped them make their lives healthier and more comfortable. Just as Prophet, peace be upon him, understood the importance of her work, people around the world today, especially doctors and nurses, should continue to view Rufaida as an example of compassion. Yes, thank you for your listening and have a nice day.